كشف نواب خلال جلسة المجلس عن بعض بنود مطروحة على جدول أعمال النواب الموالين للعدوان السعودي الذين يعتزم الفار هادي جمعهم في جلسة برلمانية بعدن، كما أوضحوا أن خلافات جرت بين نواب يمنيين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الروسية موسكو. وأشار رئيس المجلس يحيى الراعي إلى أن هادي يحاول دفع النواب لعقد جلسة برلمانية في عدن لإقرار 15 بندا، بينها تأييد عدوان التحالف السعودي والموافقة على تأجير جزر يمنية لقوى خارجية بينها جزر سقطرى وحنيش وميون. إلى ذلك أشاد نواب بموقف رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال حيال الوفد البرلماني اليمني لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الروسية. وأوضح القائم بأعمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس النائب بسام الشاطر أن الدعوة الآتية من الاتحاد البرلماني الدولي اشترطت إيفائه بأربع أسماء مناصفة بين صنعاء والموالين للرياضة، وتم اعتماد نواب أحمد الكحلاني وزكريا الزكري ومحمد الشدادي وسلطان العتواني، منوهان إلى ذهاب 10 من الموالين للرياضة. حاولوا مع الوفود الخليجية عرقلة حصول الكحلاني والزكري على بطائق المشاركة، إلا أن رئيس مجلس النواب المصري باعتباره عضوا في اللجنة التنفيذية الممثلة للمجموعة العربية أصر على اعتماد الأربع الأسماء الواصلة من رئيس مجلس النواب بصنعاء باعتباره المخول قانونيا بذلك. وأضاف الشاطر أن تكرار عراقيل الشدادي حرمت الوفد اليمني من تمثيل اليمن كعضو مشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي واعتماده كعضو مراقب فقط. هذا وكان وفد مجلس النواب برئاسة أحمد محمد الكحلاني قد شارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 37 بعد 100 المنعقدة حاليا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. وعلى هامش الاجتماعات التقى الوفد البرلماني اليمني بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب المصري رئيس المجموعة العربية باللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي. وعرض الوفد صورة لما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر منذ 3 أعوام تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي والصحي بشكل بات ينذر بحدوث كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وهو ما تؤكده تقارير المنظمات الدولية. كما التقى الوفد البرلماني اليمني برئاسة الكحلاني مع سيد عزام الأحمد رئيس لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي الذي أطلعه الوفد على حقيقة الأوضاع الإنسانية في اليمن والتي تزداد سوءا مع استمرار العدوان وتشديد الحصار الذي تحول بفعله اليمن إلى سجن كبير يضم نحو 27 مليون إنسان يتهددهم الموت جوعا أو قتلا، وتتربص بهم الأمراض والأوبئة التي هيأ لها تحالف العدوان بقيادة السعودية بيئة مناسبة للتفشي والانتشار. وقد عبر كل من رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي عن التضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان عرفه التاريخ الحديث والمعاصر.